السلام عليكم ورحمة الله. محمد صرت على صفحة مانيتون السمنوز ويرحب بكم. أوروك ديفياتي الدرس التاسع فوناتيتشيسكا زرياتكا. طبعا نبدأ بفوناتيتشيسكا زرياتكا كالعادة، هنبدأ بالصوتيات. يقولك سلوشا ايتي استمع، بوفتا رايتي اقرر، تشيتا ايتي اقرأ، روسكي ازيك اللغة الروسية، تشيتايو باروسكي انا اقرأ باللغة الروسية، فرانسوسكي ازيك اللغة الفرنسية، بيشو بفرانسوسكي انا اكتب باللغه الفرنسيه، كيتايسكي ازيك اللغه الصينيه، باني مايو باكيتايسكي افهم باللغه الصينيه، انجليسكي ازيك اللغه الانجليزيه، باني مايو افهم ايتشيتايو واقرا بانجليسكي باللغه الانجليزيه. شوف بعض المفردات: روسكي، روسي، روسكايا، روسية الصفة الأولى المذكرة روسكي، الصفة الثانية روسكايا مؤنثة بمعنى روسية، كيتايتس صيني للمذكر، كيتاينكا صينية للمؤنث، أنجليتشانكا أنجليتشانكاس إنجليزية، أنجليتشانن جنس جنسيته يعني إنجليزي الجنسية، فرانسوز فرنسي جنسية، فرانسوجينكا فرنسية جنسية، أمريكانتس أمريكانتس أمريكي جنسية، أمريكانكا أمريكية جنسية. باغافاريم هيا بنا نتحدث. فيوجي موجيتيا وتشاست فافا في تقييخ ديالوغخ. حاليا أنت تستطيع أن تشارك في مثل هذه المحادثات ببرو بويتيا، جرب أو حاول. نشوف المحادثة الأولى. أنطون شتو تي ديليش، شتو تي ديليش ماذا تفعل؟ قال له سيتشاس نيتشيفو نيه ديليو، لا أفعل أي شيء، أدي خايو فقط أستجم أو أستريح. المحادثة الثانية كتو زنايت، من يعرف كديه فيكتور أو فيكتر، من يعرف أين فيكتور؟ واحد قال يا زنايو أنا أعرف اون اجرايت، هو يلعب بفوتبول كرة القدم نا ستاديونيا في الاستاد. في محادثة بعد كده جديه جيفوت دفاي راديتلي، اين يعيش والديك، في بكينيا في بكين الي ولا في شانغهاي ولا في شانغهاي. رد قال له اني جيفوت، هم يعيشون في بكينيا في بكين. محادثة بعد كده فام نرافيتسا، هل تفضل ماسكوفسكا ماروجانا الايس كريم الروسي؟ قال له دا اوتشين، نعم افضله جدا. قال له من يا توجي، وانا ايضا نرافيتسا افضله اوتشين فكوسنا، يعني طعمه لذيذ جدا. اوتشيتسا الدراسه سيجدا دائما بريغاديتسا في متناول الايدي. طبعا هنا ناخد محادثات من غرضها نعرف منها تصريف بعض الافعال. واحد بيسال صاحبه بيقول له تي جافاريش باكيتايسكي، انت بتتكلم باللغه الصينيه؟ قال له نيت، لا نيه جافاريو، لا اتحدث. قال له في جافاريديا، في المحادثه الثانيه بيسال واحده بيقول لها في جافاريديا باروسكي، بتتحدثين اللغه الروسيه؟ قالت له جافاريو، نعم أتحدث. من المحادثة اللي فاتت دي هنعرف منها، من المحادثة اللي فاتت هنعرف تصريف بعض الأفعال زي verb znat، znat بمعنى يعرف، وده فعل مجموعة أولى بينتهي بـ a تيم يحكي znak. طبعا احنا already عارفين تصريفات المجموعة الأولى، بنحذف التاية التيم يحكي znak وبنضيف النهايات اللي احنا اتفقنا عليها من قبل. يبقى مع الضمير الأول هقول يا زنايو أنا أعرف، تي زنايش أنت تعرف، أون هو أو هي، أنا زنايت هو أو هي يعرف، مي نحن زنايم نعرف، نحن نعرف، في أنتم زنايت تعرفون، أني هم زنايت يعرفون، هم يعرفون. طبعا ده فعل مجموعة أولى. لما يكون فيرب زي فيرب جافاريت، جافاريت دي معناه يتحدث، وده فعل مجموعة تانية وهأعرفه ازاي احنا
عارفين ان او افعال الافعال في اللغه الروسيه تنقسم الى افعال تنتهي بمجموعه افعال، المجموعه الاولى تنتهي بالا تي ميركزنك او باليا تي ميركزنك، افعال المجموعه الثانيه هتنتهي باي تي ميركزنك او يي تي ميركزنك، دي افعال مجموعه ثانيه او ده فعل مجموعه ثانيه بمعنى يتحدث. طيب لما نيجي ان شاء الله نصرفه هنحذف الاي تي ميركزنك ومع الضمير يا اللي هو انا هضيف يو مع الضمير تي هضيف اي شا ميركزنك ومع الضمير اون او انا اي تي ومع الضمير مي هضيف اي ام او ام مع الضمير في هضيف اي تي ميركزنك اي تي يا اي تي ي هضيف مع الضمير في تاني ضمير في هضيف له اي تي ي مع الضمير اني اللي هو هم هضيف يا تي يا تي، ده بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى. وفي مع الشخص الأول ده بالنسبة سوري لأفعال المجموعة الثانية، وفي مع أفعال المجموعة الثانية بيتغير برضو بنضيف ممكن أو بدل من يو في بعض الأفعال هنشوفها دلوقتي، وبنضيف آ تي بدل من يا تي في بعض الأفعال هنشوفها إن شاء الله في المرات القادمة. ده بالنسبة لتصريف أفعال المجموعة الثانية. بأفعال المجموعة الثانية بحذف التي ميخزنك أو الإي تي ميخزنك مع تصريف الضمير يا فقط وبضيف يو، وباقي الضمائر بضيف بحذف التي ميخزنك فقط وبضيف النهايات اللي أنا اتفقت عليها. في بعض الأفعال في المجموعة الثانية بتاخد النهايات مع اليا أو بدل من يو، ومع اليو ومع الأني اللي هو هم بتاخد الا تي بدل من اليا تي. طب عايز اجيب فعل الامر من فيرب جافاريت بحذف الاي تي ميخزنك وبضيف اي اللي احنا شايفينها جافاري تحدث. طب لو بصيغه الاحترام هقول لك جافاريتيا بالشكل ده تحدث بس بصيغه الاحترام، يعني اضيف اي تي ي. براسلو شايت يا ديالوجي، استمع للمحادثات سكاجيتك توجا فاري باروسكي واخبرنا من يتحدث باللغه الروسيه باكيتايسكي وباللغه الصينيه بارابسكي وباللغه العربيه. نشوف المحادثات. سكاجيتي انطون جافاريت باروسكي، اخبرنا هل انطون جافاريت باروسكي يتحدث باللغه الروسيه؟ رد قال له كانيشنا، نعم بالطبع. كانيشنا دي معناها بالطبع اوف كورس. جافاريت يتحدث. إيتا يفو رادنوي يزيك، لأنها اللغة الأم بتاعته. المحادثة الثانية. كلارا تي غافاريش باكيتايسكي، هل تتحدثين اللغة الصينية؟ قالت له ضاع نعم ياني منوغا، أنا مش بتكلم كتير يعني غافاريو أتحدث باكيتايسكي، يعني بتحدثها بس قليل يعني أو مش كتير. أبانجليسكي وباللغة الإنجليزية. قالت له نيت نيه جافاريو، لا أنا مش بتحدث اللغة الإنجليزية. واحد بيقول كتو جافاريت بأرابسكي، كتو جافاريت بأرابسكي، من يتحدث اللغة العربية؟ نيكتو ني جافاريت، مفيش حد يتحدث اللغة العربية. نيكتو ني جافاريت، مفيش حد أو لا أحد يتحدث اللغة العربية. كاك في دو مايتيا، كيف تعتقد كتو ايتلودي، من هؤلاء الناس؟ ان كاكوم يازيكيا وباي لغه اني جافاريات يتحدثون، يعني احنا هنشوف جنسيات بتاعت الناس اللي احنا نشوفها دي دلوقتي تمام، وهنشوف باي لغه بيتكلموا. زي مثلا انطون ده روسكي روسي، وانا روسكايا روسيه. هنضرب مثال عليهم اوبرازيتس. مثال ايتا انطون، هذا انطون. اون روسكي، هو روسي. يا دومايو، انا بعتقد شتو اون خراشو، انه يتحدث جافاريت باروسكي، انه يتحدث اللغه الانجليزيه جيدا. بطاموشتا، بسبب ايتايفو رادنوي يازيك، لانها اللغه الام بتاعته. هعمل الامثل المثال ده هطبقه على باقي الجنسيات.
يعني مثلا اقول لوكون كيتايك كيتايتس صيني فالين كيتاينكا صينية هقول مثال ذلك ايتا لوكون هذا لوكون اون كيتايتس بدل ما هقول روسي دي هقول اون كيتايتس اون كيتايتس يعني هو صيني هقول يا دومايو انا بعتقد شتو اون خراشو انه يتحدث جافاريت باكيتايسكي باللغه الصينيه انه بيتحدث اللغه الصينيه كويس بطاموشتا بسبب ايتايفو رادنويا زيك لانها اللغه الام بتاعته هنطبق بقى الامثله على كل الناس دي هنا هنطبق بقى الامثله على كل الناس هنا يعني مثلا همسك جان وكلارا دول من فرنسا هقول ان ده فرنسي طب ليه عرفت انه فرنسي اعتقد انه بيتكلم اللغه الفرنسيه كويس لانه دي اللغه بتاعته هطبق بقى الامثله دي بنفس النظام المثال اللي انا طبقته فوق او في الاعلى هنواصل هنا تصريف بعض الافعال في اللغه الروسيه المحادثه دي هنعرف منها تحت تصريف فيرب وتشيش وتشيتسا اللي هو يدرس في محادثة ضرب في المنظر ده هنا بتسأله بتقول له جديه تي وتشيسا جديه تي وتشيسا أين درست؟ قال لها في شكوليا في شكوليا في المدرسة هنا المحادثة الثانية في رابوتيتيا إلي وتشيتس في رابوتيتيا إلي وتشيتس حضرتك بتشتغل ولا بتدرس؟ قال له يا وتشوس أنا بدرس في يونيفرسيتيا في الجامعة الغرض من المحادثات دي اللي احنا هنعرف تصريف الفعل التالي اللي هو فيرب وتشيتس يدرس وادي عندك اهو تصريف فيرب وتشيتس وتشيتس ده فعل مجموعة تانية بمعنى يدرس تمام يبقى لما احب هقول يا انا ادرس يبقى يا وتشوس انا قلت لكم ان في افعال مجموعة تانية بتنتهي بو مع الضمير يا بدل من يو اديها اهو ده افعال مجموعه ثانيه بتنتهي بو زي يا وتشوس انا بادرس تي وتشيسا انت تدرس اون انا هو او هي وتشيتسا تدرس مي نحن وتشيمسا ندرس في وتشيتس انتم تدرسون اني هم وتشاتس هم يدرسون هم يدرسون وبرضه مع الضمير اني انتهى الفعل ب ا تي ميركز نك بدل من يو او بدل من يا تي بدل من يا تي الفيرب الام هتبقى وتشيس ادرس او في صيغه الاحترام وتشيتس هقول انا بدرس في الجامعه يا وتشوس ادرس في يونيفرسيتيا في الجامعه تي وتشيسا انت تدرس في انستيتوتيا في انستيتوتيا انت تدرس في المعهد مثلا في وتشيتس انتم تدرسون في شكوليا في المدرسه هناخد مثال كده شعبي فيك جي في فيك وتشيس يعني اللي يعيش يا ما يتعلم براسلو شايت يا ديالوجي استمع للمحادثات سكاجيتي كتو جدي وتشيتسا الي رابوتيتي واخبرنا من واين من يدرس ومن يعمل واين انطون المحادثه الاولى انطون جدي تي وتشيشسا اين تدرس رد عليه قال له يا وتشوس انا بدرس في موسكو في موسكو في يونيفرسيتيا في الجامعه جون المحادثة الثانية جون جدي وتشيتس أين تدرس دفايا سيسترا لورا أو لارا أين تدرس أختك لارا قال له أنا وتشيتسا هي بتدرس في شكوليا في المدرسة أنا ييشو مالينكا هي حاليا ما زالت صغيرة أنا ييشو ما زالت هي ما زالت مالينكا صغيرة مالين أكديه أتشي أتشاتسا أين يدرسون دفايد روزيان أصدقائك واحد بيسأل واحد اسمه مالين
بيقول له اين يدرسون اصدقائك؟ قال له اني ني اوتشاتسا، هم مش بيشتغلوا، هم مش بيدرسوا. اني رابوتايوت، هم يعملون نازافوديا في المصنع. هنشوف هنا الحالة الرابعة من حالات الإعرابية الخاصة باللغة الروسية، وزي ما اتفقنا إن اللغة الروسية بتتكون من 6 حالات إعرابية. خدنا منهم حالة الحالة الإسمية مفرد وجمع، إزاي كده؟ هقول لك خدناها في المستوى الأول، لما أقول لك مثلا إيتا قط، هذه قطة، دي حالة إسمية كل اللي داخل فيها اسم. إيتا اسم إشارة وقط اسم، تمام؟ اسم مؤنث، فهنا حالة اسمية. طب دي في حالة المفرد. طب لو في حالة الجمع هقول لك مثلا إيتا براتيا، إيتا ماي براتيا، هؤلاء إخوتي. طبعا برضو جملة اسمية بس في حالة الجمع، تمام؟ خدنا برضو حالة حرف الجر، بريدلوجني بادش اللي هي حالة حرف الجر، خدناها برضو بس خدنا المفرد منها فقط. النهاردة زي ما أقول مثلا حالة حرف الجر، ما أقول يا جيفو أنا بقى عايش في ماسكفي في موسكو، هنا دخل فيها حرف الجر في، بدي حالة حرف جر. الحالة الفعلية الحالة الرابعة وهي اسمها فينيتاني بادش إيميون سيشوز فيتلينيخ. الحالة الرابعة في اللغة الروسية وهي الحالة الفعلية، نلاحظ انها تتكون من فاعل وفعل ومفعول به، ولذلك هنسميها الحالة الفعلية. وطبعا هيكون في شغل وهيكون في تغيير للنهايات بالنسبة للكلمة لما هتقع مفعول به، يعني بالنسبة لنهاية الكلمة اللي هتقع مفعول به. كافو تيزنايش نا فوتوغرافي، ماذا تعرف في الصور؟ ماذا تعرف الأشخاص الذين موجودين في الصور دي يعني؟ قال له يا زنايو فيكتورا، أنا بعرف فيكتور إي أنو وأنا. نلاحظ إن فيكتورا هنا هو فيكتور مش فيكتورا، بس هنا اضافت له آه، دي نهاية الاسم لما بيجي مفعول به فتحطت له نهاية اللي هو حرف الآه. إي أنو قال له وأنا، برضو أنا هنا المفروض نهايتها آه، حذفت وضيفت مكانها أو، برضو دي نهاية الاسم لما يقع مفعول به. إيفان شتو في تشيتايتي، ماذا تقرأ؟ واحد بيسأل إيفان بيقول له ماذا تقرأ؟ قال له يا تشيتايو جازيتا، أنا بقرأ مجلة أو سوري جريدة سبورت الرياضة. واحد هنا بيقول له واحدة يا فاس لوبولو، أنا بحبك. المحادثة اللي بعديها كافو تيش دوش تانيو، أنت بتنتظر مين؟ تانيا. قال له نيت، لا سيفود ناياش دو فيرو، النهارده انا بستنى واحده اسمها فيرا. نلاحظ ان النهايات الاسماء يعني كلمه فيرا المفروض هنا اخرها اه، حذفت الا واضيف مكانها او، دي اسمها نهايات الاسم في حاله لما يقع مفعول به في اللغه الروسيه اللي هي بين قوسين الحاله الفعليه. هنعرف النهايات بتاعتها مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمفرد المحايد، هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. هنا جايب لنا الحالة الإسمية والناحية الثانية الحالة الفعلية، يعني الحالة الأولى اللي هي الحالة الإسمية اللي بتتكون كلها من أسماء، والحالة الثانية اللي هنا الحالة الفعلية اللي بتتكون من فاعل وفعل ومفعول به، هيجيبنا مقارنة بينهم. يقول لك إيتا أنطون، دي حالة إسمية، هذا أنطون دي حالة إسمية بتتكون من إيتا اسم إشارة وأنطون اسم مذكر، يبقى دي حالة إسمية ما دخلش فيها فعل. طب عايز أحول الحالة الإسمية دي لحالة فعلية، إحنا طبعًا هنحول الحالة الإسمية هنحولها لكل الحالات الستة أو لكل الحالات الباقية، يعني الحالة الإسمية هي اللي بجيب منها كل الحالات التانية من اللغة الروسية. زي الحالة الإسمية هنا إيتا أنطون، هذا أنطون عايز أحوله لحالة فعلية، هقول فيكتور زنايت يعرف أنطونا، يعرف أنطون. طبعا أنطون هنا اسمه مفرد مذكر ينتهي بساكن، الاسم مفرد مذكر اللي بينتهي بساكن في حاله لما بيقع مفعول به بيضاف له اه، فعلشان كده قلت فيكتور زنايت يعرف انطونا، ما قلتش انطون. طيب اندري، ايتا اندري،
هذا أندري، ده اسم برضو جملة اسمية بتتكون من إيتا اسم إشارة وأندري اسم مفرد مذكر. عايز أحول الجملة دي لجملة فعلية، هقول فيكتور أو فيكتور إز نايت يعرف أندريا. قال لك الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بإي كراتكا يحذف الإي كراتكا ويضاف ليها يا، زي كده فيكتور إز نايت يعرف فيكتور، فيكتور يعرف أندريا. إيتا وتشيتيل هذا المعلم. طيب دي جملة اسمية عايز احولها لجملة فعلية، هقول فيكتور او فيكتور از نايت يعرف وتشيتليا. قال لك الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بميخزنك، الميخزنك دي تحول الى يا. احنا كده خلصنا الاسم المفرد المذكر لما بيقع مفعول به، تمام. عايزين نشوف الاسم المفرد المؤنث لما بيقع مفعول به، هنقول انا، هنقول ايتا انا، هذه انا دي جملة اسمية بقول هذه انا، عايز احولها لجملة فعلية فاقول فيكتور مثلا او فيكتور از نايت فيكتور يعرف انو، انو فيكتور يعرف انا، تمام. قال لك الاسم المفرد المؤنث لما يقع مفعول به الا تحذف وتضاف اليها او. طب الاسم المفرد المؤنث هقول ايتا ماريا، هذه ماريا دي جملة اسمية. قال لك عايز احولها لجمله فعليه اقول فيكتور از نايت فيكتور يعرف ماريو، ماريا. قال لك الاسم المفرد المؤنث اللي بينتهي بيا في حاله لما بيقع مفعول به في الحاله الفعليه تحول الياء الى يو، زي ما احنا شفنا اهي النهايات. الساكن المفرد المذكر الساكن بينتهي بآ، المفرد المذكر اللي بينتهي بإكراتكا او بميخزنك، ميخزنك بيقلب الى يا طبعا مع حذف الحرف ده او الحرف ده من اخر الكلمه. الاسم المفرد المؤنث اللي بينتهي بأ يحول الى او، الاسم المفرد المؤنث اللي بينتهي بيا بيحول الى يو، يحول الى يو. هنا بيقول لنا ايه؟ سترافنيتيا قارن، ايتا جورنال هذه مجله اللي ماسكها الكلب دي مجله مثلا، طبعا دي جملة اسمية عايز احولها لجملة فعلية ممكن اقول ايه؟ سباقة الكلب تشيتايت يقرأ جورنال المجلة، طبعا سباقة هنا فاعل تشيتايت فعل جورنال مفعول به، جورنال مفعول به. لو لاحظنا ان هنا الاسم ده ما اضفنالهوش مع انه مذكر، قال لك الاسماء اللي هي غير عاقلة لا يضاف لها شيء ملهاش نهاية في اللغة الروسية. إيتا جازيتا هذه جريدة جملة اسمية. طب عاوز احول الجملة الاسمية دي لجملة فعلية، هقول قط القطة تشيتايت تقرأ جازيتو، تقرأ الجريدة. طبعا لما جازيتا هنا اسم مفرد مؤنث الآ حذفت وأضيفت مكانها أو. طيب عايز اقول مثلا الاسم المفرد المؤنث لما بيقع الاسم المفرد عامة لما بيقع الاسم المفرد الغير العاقل لما بيقع مفعول به، لو عوز تسأل عنه زي ما هقول مثلا سباقة تشيتايت جورنال الكلب يقرأ المجلة، عايز أسأل عن المجلة يبقى أقول شتو سباقة تشيتايت الكلب بيقرأ إيه، يبقى سباقة تشيتايت جورنال، يبقى شتو هنا سألت عن مفعول به غير عاقل، تمام. طب لما يكون المفعول به عاقل يبقى اسال بكافو، هسال بكافو اللي هي دي، هسال بكافو. طيب هنشوف هنا ضمير المفعول لما بيقع مفعول به، يعني الضمير ده يا عايزين نشوف ايه شكله لو وقع مفعول به في اخر الجمله، شكله هيبقى كده من يا هتبقى من يا، طي هتبقى تبيان، اون يفو انا ييو، مي ناس في فاس اني ايخ، ده شكل الضمائر في حاله لو وقعت مفعول به. زي ما اقول لك مثلا يا زنايو انا اعرف فيكتورا،
انا اعرف فيكتور، طب عايز احط مكان فيكتور ضمير يعود يعوض مكان فيكتور او يحل مكان فيكتور، يبقى اقول ايه؟ يا زنايو يفو. طبعا فيكتور هنا بيساوي الضمير اون هو، يبقى هقول يفو الضمير بتاعه يفو. تمام، وهكذا بالنسبة لباقي ضمائر المفعول. طب عايز اسأل عن فيكتور، هقول لك يا زنايو فيكتور، انا اعرف فيكتور. هقول لك انت بتعرف مين؟ هسأل عن المفعول به، لما اسأل عن المفعول به العاقل هقول كافو، يبقى اقول لك كافو تي، هشيل ياو واقول تي، كافو تي زنايش. ماذا تعلم؟ ماذا تعرف؟ هقول لك يا زنايو فيكتور، فيكتورا، انا بعرف فيكتور. طب لما يكون ضمير، لما يكون المفعول به شيء غير عاقل زي فوق هنا جورنال، اسال عنه باستخدام الشتو زي ما احنا اتفقنا. براتشي تايت يا تيكس، تقرا النص سكاجيت واخبرنا شتو في اوزنالي، ماذا علمت يعني من القراءه بتاعتك؟ قبل ما ناخد النص هناخد تصريف فيرب لوبت. لوبت ده فعل مجموعه تانية بينتهي ب اي تيم يحكز نك. تمام، ونشوف شكله مع الضمير يا، بيبقى كده لوبولو، زي يا لوبولو انا بحب سبورت الرياضه. الضمير تي بيبقى شكله كده تي لوبش، لوبش يبقى تي لوبش انت تحب موزيكو الموسيقى، مع الضمير اون او انا اللي هو هو او هي بيبقى الشكل ده كده لوبت، يبقى اقول اون لوبت هو يحب بري رودو الطبيعه، مع الضمير مي بيبقى شكله كده لوبي لوبيم، مع الضمير في بيبقى شكله كده لوبيتيا، مع الضمير اني هم يبقى شكله كده لوبات. هنشوف امثله او محادثات او نصوص، مش محادثات نصوص على ذلك. ايتا بكين، هذه بكين، يا جيفو في بكينيا، انا بعيش في بكين. وطبعا ايتا بكين دي حاله اسميه بتتكون من اسم اشاره واسم مفرد مذكر. بعد كده قلت يا جيفو انا بعيش في بكين، يا في بكين طبعا دي حالة حرف جر، يعني دخل فيها حرف الجر. يا خرشو زنايو بكين، انا بعرف بكين كويس، ايلو بولوي فو وبحبها. طبعا هنا حالة فعلية، الاخيرة دي حالة فعلية اللي دخل فيها افعال زي زنايو وزي لوبولو. نشوف النص الثاني، ايتا ماسكفا، هذه موسكو، طبعا حالة اسمية. يا جيفو ماسكفا، انا بعيش في موسكو، حالة حرف جر يعني دخل فيها حرف الجر فيها. يا خرشو زنايو ماسكوفو، انا بعرف موسكو كويس، ايلو بولو يو وبحبها. طبعا هنا طبعا اخر جمله دي جمله فعليه، ان دخل فيها الفعل زنايو يعرف ولو بولو يحب. ايتا موي دروك انطون، هذا صديقي انطون، طبعا دي جمله اسميه. يا خرشو زنايو انطونا، انا بعرف انطون كويس، ايلو بولو يفو وبحبه. طبعا دي جملة الأخيرة دي جملة فعلية، يعني دخل فيها الفيرب زنايو والفيرب لوبلو. إيتا مايابا دروجا أنا، هذه صاحبتي أنا. يا خرشو زنايو أنو، أنا بحب أنا لأنها إي لوبلو يو، أنا بعرف أنا وبحبها. يا خرشو زنايو أنو، أنا بعرف أنا كويس، إي لوبلو يو، إي لوبلو يو وبحبها وبحب أنا. طبعا هنا الجمله الاولى دي ايه تمايا بدروجا، دي جمله اسميه. الجمله الثانيه يا خرشو زنايو انو ايلو بلو يو، دي جمله فعليه. نلاحظ ان احنا هنا بدانا نخش في ان احنا ناخد جمل مثلا اسميه وناخد جمل فعليه وناخد جمل فيها حرف جر، بنتدرب على الحالات الاعرابيه اللي احنا بناخدها. براتشي تايت يا ميكرو تيكستي، اقرا النصوص الصغيرة. سكاجيتي شتو كتو شتو ديالت اي باتشمو، واخبرنا من وماذا يفعل ولماذا. قبل ما ندخل هنشوف تصريف فيرب جافاريت، فيرب سوري فيرب بافتريات. فيرب بافتريات ده فعل مجموعة أولى بتنتهي بيا تيم يحكز نك. احنا عرفنا بأن الأفعال في اللغة الروسية إما مجموعة أولى أو مجموعة ثانية أو شواذ. المجموعة الأولى بتنتهي بـ أ تي ميخكز نك أو يا تي ميخكز نك زي اللي احنا شايفينه، فيرب بافتريات يكرر.
هل المجموعة الثانية بتنتهي بـ إي تيم يحقزنك أو ي تيم يحقزنك؟ ي تيم يحقزنك. هنشوف تصريف فيرب بافتر يات يكرر مع الضمير الأول يا، أقول يا بافتر يايو زي يا بافتر يايو تكست، أنا بأكرر النص مع الضمير تي، تي بافتر يايش أنت تكرر بيس نيو الأغنية مع الضمير أون أو أنا هو أو هي، أون بافتر يايت هو يكرر ستيخي اللي هي الشعر، مي مع الضمير مي، مي بافتر يايم نحن نكرر مع الضمير في، في بافتر يايت يا هم أنتم تكررون مع الضمير أني هم بافتر يايت هم يكررون. طب في الأمر بافتري بافتر ياي كرر أو لصيغة الاحترام بافتر يايت يا، هنشوف بعض المحادثات على ذلك ونتضرب فيها على استخدام فيرب بافتر يايت. أنا بشيت بسمو، أنا بتكتب خطاب، سيتشاس أنا جيفوت هي تعيش، إي أتشيتسا وتدرس في ماسكفي في موسكو، أنا أتشيت أنجليسكي يازيك بتدرس اللغة الإنجليزية، إيو راديتلي أبويها جيفوت في إسباني في إسبانيا، أني رابوتايوت طام وهم يشتغلون أو يعملون هناك. النص الثاني إيفان أنتونوفيتش رابوتايت في بانكيا، إيفان أنتونوفيتش بيعمل في البنك. أبيتشنا عادة أوترم في الصباح، ونتشيتايت هو يقرأ جازيتو الجريدة، كاميري سانت جريدة اسمها كاميري سانت، يمون رافتسا إيتا جازيتا يعني هو بيفضل هذه الجريدة، أون جافاريت هو يتحدث شتو انا اوتشن انترستني هو بيقول يعني ان الجريده دي مثيره او شيقه جدا. نشوف النص اللي بعد كده، من يا زافوت اولجا اسمي اولجا، موي دروك صديقي مالادوي بايات شاعر صغير او شاعر شاب، نوتشيو بالليل او ليلا، اون تشاستا هو كثيرا بشيت ستيخي يكتب اشعار، اوترم صباحا، ونزفانيت يتصل بتليفونه بالتليفون، اتشيتايت ويقرا ايخ يعني بيتصل بها بالتليفون ويقرا لها الشعر ده، يسلوشا يفو ستيخي انا بستمع للشعر بتاعه، اي بافتريايو وبأكرر ايخ بأكررهم، من يان رافتسا وانا بأفضل يفو ستيخي بأفضل ايه الشعر بتاعه. نشوف النص اللي بعد كده، سيتشاس ايرا نيتشيفو نيديالت إيرا ما بتعملش حاجة، نيتشيفو نيتشيتايت ما بتقرأش حاجة، نيتشيفو نيبيشت نيبيشت ما بتكتبش حاجة، نيتشيفو ني أوتشيت ما بتدرس حاجة، نيتشيفو ني بافتريايت ما بتكررش حاجة، أنا أديخايت هي بتستجم أو بتستريح. هنشوف تصريف فيرب سلوشت، سلوشت بمعنى يستمع to listen. طبعا ده فعل مجموعه ولو كلنا هنعرف عارفين نصرفه ازاي، يسلوشيو انا استمع، ماجنيتوفون ماجنيتوفون اللي هو التسجيل يعني، الشكل مع الضمير تي هيبقى كده تي انت سلوشيش تستمع موزيكو الموسيقى، مع الضمير اني هم هيبقى التصريف بتاعه كده اني سلوشيو هم يستمعون اوبرو الاوبرا او ليكيتسيو المحاضرة. طيب الامر، الامر منه سلوشاي استمع، لو لصيغة الاحترام سلوشايتيا زي سلوشايتيا راديو استمع للراديو، سلوشايتيا نوفاستي استمع للاخبار. يقول لك زابومنيت يتذكر، سلوشت راديو استمع للراديو، سماتري تلفيزر يشاهد التلفاز، سلوشت موزيكو يستمع يستمع للموسيقى. طيب سلوشت يستمع موزيكو للموسيقى براديو، با راديو، با دي معناها براديو على بعضيها يستمع للموسيقى بالراديو بالراديو، فبراديو دي معناها بالراديو، سماتريت يشاهد فيلم فيلم، با بواسطة، با دي معناها بواسطة تلفزيون، تلفزيون يشاهد التلفزيون بالتلفزيون، يشاهد الفيلم اقصد بالتلفزيون،
يبقى كلمة بادي معناها بي أو بواسطة، براديو، بالراديو، بتلفزيون، بالتلفزيون. هنشوف هنا تصريف فيرب سماتريت. سماتريت معناها يشاهد، ده فعل مجموعة تانية بينتهي بي تيم يحقز نك مع ضمير يا، هيبقى شكله كده يا سموتريو، زي يا سموتريو تلفزيون، أنا بشاهد التلفاز. مع الضمير تي هيبقى شكله كده تي سموتريش، أنت تشاهد، باليت اللي هو الباليه. مع الضمير اني هم يشاهد، هم يشاهدون سماتريت او سماتريات فيلم، هم يشاهدون الفيلم او فوتبول كرة القدم. الفيرب الامر منه هيبقى كده سماتري شاهد، او لصيغة الاحترام الاحترام سماتريتي، سماتريتي معناها برضو شاهد بس بصيغة الاحترام. براسو شالت يا ديالوجي، استمع المحادثات. سكاجيتا اخبرنا فالين سلوشت روسكي راديو، هل فالين يستمع للراديو الروسي؟ باتشمو ولماذا؟ فالين في سلوشايتيا روسكي راديو، هل تستمع للراديو الروسي؟ قال له نيت، ني سلوشايو، لا استمع. باتشمو ولماذا؟ قال له باتاموشتا، بسبب يا ييشو بلوخا، انا ما زلت سيء بانيمايو افهم باروسكي، يعني ما زلت افهم اللغه الروسيه يعني لسه سيء في فهم اللغه الروسيه. المحادثه الثانيه، جون شتوتي سماتريش، ماذا تشاهد؟ قال له باسكت بول، كره الباسكت بول. اوتشن انتريسني اجرا، لعبه مثيره جدا. انتريسني اجرا، لعبه مثيره او شيقه. قال له اكتو اجرايت، ومن يلعب؟ يعني مين بيلعب مع مين؟ قال له روسكيا كاماندا، الفريق الروسي، اي امريكانسكا اجرايوت في ماسكفي، والفريق الامريكي اجرايوت يلعبون في ماسكفي في موسكو. قال له دافاي سماتريت في ميستيا، قال له دعنا نشاهد سويا او معا. في ميستيا دي معناها معا. قال له دافاي، دعنا سماتريت نشاهد في ميستيا معا. وكلمة ضفاي دي معناها معنى دعنا أو هيا، ودايما يجي بعديها الفيرب في المصدر. جبنا فيرب سماتريت يشاهد في المصدر، كلمة فيميستيا معناها معنى. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا المحاضرة السادسة من المستوى الثاني. إن شاء الله ألقاكم على خير في المحاضرات التالية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.